وللمزيد عن الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رئيس قسم الأبحاث في إكويري جروب رائد الخضر. أهلا بك أستاذ رائد. تترقب الأسواق خطاب أو تلميحات جانت يلن غدا بخصوص رفع أسعار الفائدة، ما المتوقع؟ بالطبع شهادة جانيت يلن بشكل كبير ستؤثر على أداء الأسواق وتؤثر حاليا طبعا الترقبات. من المتوقع بشكل كبير أن جانيت يلن أن تبقي على التلميحات بشأن نوايا الفدرال الأمريكي، أولا بمزيد من رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام، خصوصا بعد الإجراء الأخير برفع أسعار الفائدة، وأيضا ما هي التلميحات التي ننتظرها بشكل أكثر تحديدا، هي التعديلات المتوقعة على ميزانية الفيدرالي الأمريكي الضخمة، وكيف يمكن أن يقوم بالتخلص من السندات التي بحوزته الفيدرالي والتي تسبب التضخم في الميزانية إجمالا. طبعا ذلك له تأثير واضح على أداء الدولار الأمريكي المرتفع اللي نراه حاليا بشكل عام يبلي بلاء جيدا أمام معظم العملات باستثناء اليورو الذي يقترب أكثر إلى الارتفاعات، ولكن الدولار الأمريكي على موعد ممكن كبير، موعد مهم أن يكون هناك مزيد من الارتفاعات خصوصا خلال شهادة يلن أمام مجلس الشيوخ. نعم، كذلك دعنا نتحدث عن أسعار النفط مع تخفيض البنوك مثل بنك بي أم بي باغيبا، بنك باركليز، توقعات أو معدل سعر النفط لخلال العام والعام القادم، ما هي توقعاتك لسعر النفط خلال هذين العامين؟ أسعار النفط أظهرت بشكل واضح أن الاتجاه الصاعد صعب وصعب تحققه، هناك نوع من الميل أكثر بالاتجاه المنخفض لعل مستويات $40 للبرميل بالنسبة للWTI ومستويات $44 للبرميل للبرنت هي السقف الذي تتحرك عنده أسعار النفط إجمالا في الوقت الراهن، حيث لا تتفاعل بشكل كبير أسعار النفط مع انخفاض الإنتاج أو مع تخفيضات الإنتاج وحتى مع أي توقفات في الإنتاج ببعض الدول، وإنما يتفاعل بشكل أكبر نرى مع أي تخوفات حول اتفاق تجميد الإنتاج الموجود حاليا، وأيضا تطلعات إلى إمكانية تقليص أكبر لهذا التخفيض. حتى الآن لا يوجد على الأرض أي شيء يدعم أسعار النفط من هذا الاتجاه، إضافة إلى نقطة مهمة جدا وهي التغيرات السياسية إجمالا التي تؤثر على أسعار النفط. من الطرف الآخر وهو الطلب الذي لا يرتفع بالشكل المطلوب وبالتالي يضغط أكثر على تخمة المعروض الموجودة حاليا، وارتفاع المعروض عن ما هو عن الطلب في الوقت الراهن هو الذي يضع أسعار النفط حقيقة عند هذه المستويات، وهو الذي دفع البنوك الكبرى إلى تعديل توقعاتها لرفع لأسعار النفط في الفترة القادمة. يعني بمعنى آخر التحرك الماضي لأسعار النفط أو الحركة التاريخية السابقة فرضت أن يكون هناك مسار هبوطي أكبر على أسعار النفط، ولا نستبعد أن يكون هبوط إلى ما دون $40 بالنسبة للWTI. نعم، هذا بالنسبة لأسعار النفط. دعنا نتحدث عن بعض الملاذات الآمنة، ربما الين، تراجعات في الين بعد قرار البنك المركزي الياباني بتغيير سياسة التحفيز النقدي. أستاذ رائد، طبعا بالنسبة للبنك المركزي الياباني يعني نرى الين حاليا هو عند أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي في الحركة الأخيرة، كان هناك إبقاء على السياسة التحفيزية وبالتالي الفجوة نراها واضحة لا تزال موجودة، في حين تتجه باقي البنوك مثل الفيدرالي الأمريكي مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك وكندا، كلها البنوك الرئيسية تتجه إلى تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي تتجه في لا تزال البنك المركزي الياباني مبقي على سياسة التحفيز. طبعا أي تعديل في ذلك من شأنه أن يسبب ارتفاع في قيمة
ملاذات آمنة بشكل طلب أكبر على الين الياباني في الوقت الحالي، ولكن كوصفه كملاذ آمن في الوقت الراهن يوجد استثمارات أفضل مع تراجع أسعار السندات حول العالم مع ارتفاع عوائد السندات، لعلها يعني تعتبر يعني هناك نوع من التوجه للاستثمار نحو السندات نحو استثمارات أخرى مقابل الين الياباني بوصفه كملاذ آمن. نعم، إذن كنت معنا رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر، شكرا جزيلا لك.